أخبار الواحدة مشاهدينا في كل مكان، مرحبا بكم. البداية مباشرة بأبرز العناوين. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يستقبل الملكة عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية بمقر رئاسة الجمهورية. وتعزيز العلاقات الثنائية في صلب المحادثات. رئيس الجمهورية صدر مصف الاستحقاق الوطني يقلد الملك الأردني وسام أثير من مصف الاستحقاق الوطني. وملك الأردن يوشح رئيس الجمهورية بوسام النهضة المرصع أرفع الأوسمة الملكية المدنية الأردنية. ضمن البرنامج الوطني لإنجاز 5 محطات كبرى لتحلية مياه البحر، نقف اليوم في النشرة عند جاهزية محطة المرسى بالعاصمة. ونتابع أيضا، ولاية شلف تحقق الريادة وطنيا في الاستثمار في تربية المائيات. دولياً، ندوة برلين تندد بوضعية حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة وتدعو إلى حشد الدعم الدولي للتعجيل في إتمام مسار تمكين الشعب الصحراوي من تقرير المصير. مرحباً بكم إلى تفاصيل النشرة. في المستهل وفي إطار زيارة الدولة التي يقوم بها إلى الجزائر، استقبل اليوم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية بمقر رئاسة الجمهورية. استعرض تشكيلة من الحرس الجمهوري أدت له التحية الشرفية، ليصافح بعدها ملك الأردن السيد رئيس الجمهورية ويأخذ صورة تذكارية بالمناسبة. بعد ذلك أجرى السيد رئيس الجمهورية محادثات على انفراد مع ملك المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين بمقر رئاسة الجمهورية. ليترأس بعدها السيد رئيس الجمهورية وملك المملكة الأردنية الهاشمية محادثات موسعة شملت وفدي البلدين. المحادثات تناولت العديد من ملفات التعاون المشترك وسبل تعزيزه وتوسيعه إلى مجالات أخرى مستقبلاً. وبمقر رئاسة الجمهورية دائما وعلى هامش المحادثات التي جمعت السيد رئيس الجمهورية بملك الأردن، تحدث رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنقريحة مع رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأردنية. وبالمناسبة تبادل الطرفان هدايا رمزية. كما تحدث وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان العممرة مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي. اللقاء جرى بحضور سفير الأردن بالجزائر شاكر العموش. كما عقد وزراء صناعة أحمد زغدار والتجارة كمال رزيق والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يوسف شرفة وصناعة الصيدلانية علي عون، عقدوا جلسة عمل موسعة مع وزير الصناعة ووزير التجارة والتموين ووزير العمل الأردني يوسف الشمالي.
وبقصر الشعب قلد رئيس الجمهورية صدر مصف الاستحقاق الوطني الملك الأردني عبد الله الثاني قلده وسام أثير من مصف الاستحقاق للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، كما وشح جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين السيد عبد المجيد تبون بوسام النهضة المرصع أرفع الأوسمة الملكية المدنية الأردنية التي تمنح للرؤساء. بمناسبة زيارة الدولة التي يقوم بها إلى الجزائر صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، فقد قرر السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية صدر مصف الاستحقاق الوطني منح أخيه جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين وسام أثير من مصف الاستحقاق للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يتفضل السيد الرئيس عبد المجيد تبون لتوشيح جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين بوسام الأثير. In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful, in execution of Presidential Decree number 22-418 of Jumada al-Ula, the 7th, 1444, corresponding to December the 1st, 2022, Mr. Abdelmajid Tebboune, the President of the Republic, Sadr of National Merit Order, grants Medal of Athir to His Majesty King Abdullah al-Thani ibn al-Hussein, King of the Hashemite Kingdom of Jordan. Considering the common history and the ambition to a single destiny of the brother states and peoples. يتفضل جلالة الملك بعد تلاوة الإرادة السامية بسم الله الرحمن الرحيم فخامة الرئيس جلالة الملك اعتزازا بما هو قائم بين صحابة الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم وفخامة الرئيس عبد المجيد تبون حفظه الله رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة من علاقات أخوية متينة وللمكانة الرفيعة والقيادة الحكيمة لفخامته وتجسيدا للعلاقات التاريخية المتميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين. وبمناسبة الزيارة الملكية السامية لبلدكم العزيز فإنه يسر صاحب الجلالة الهاشمية أن يهدي فخامتكم وسام النهضة المرصع متمنيا أن يكون هذا الوسام مقرونا بكل معاني الخير والسعادة والبركات. صدر عن قصر بسمان الزاهرة في عمان في اليوم 9 من شهر جمادى الأولى سنة 1444 هجرية الموافق لليوم 3 من شهر كانون الأول سنة 2022 ميلادية. يتفضل جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين لتوشيح السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية بوسام النهضة المرصع. Kindly His Majesty King Abdullah الثاني بن الحسين would like to present the President عبد المجيد تبون the order of النهضة. In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful, Excellency President, Majesty King, in recognition of the brotherly and strong relationship between His Hashemite Majesty, King Abdullah al-Thani ibn al-Hussein, the greatest, and His Excellency President Abdelmajid Tebboune, may God bless him, the President of the Brotherly Democratic and Popular Republic of Algeria. وفي اليوم الثاني من زيارة الدولة التي يقوم بها إلى الجزائر تنقل الملك عبد الله الثاني صباحة اليوم إلى مقام الشهيد بالعاصمة حيث وضع إكليلا من الزهور وقرأ فاتحة الكتاب أمام النصب التذكاري المخلد لأرواح شهداء الثورة التحريرية المجيدة. ليلقي بعدها ضيف الجزائر إطلالة على خليج عاصمة الجزائر. ملك الأردن توجه بعد ذلك إلى المتحف الوطني للمجاهد حيث طاف بمختلف أجنحته
وتلقى شروحات وافية عن تاريخ الجزائر الحافل بالبطولات انطلاقا من الفترة الاستعمارية وصولا إلى تحقيق الاستقلال الوطني. ليوقع في الأخير ضيف الجزائر على السجل الذهبي للمتحف. هذا وكان ملك الأردن مرفوقا بوزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمضان العمامرة. وبين الجزائر والأردن إرادة مشتركة للدفع بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أرقى. الزميل إبراهيم كربال يستعرض تاريخ وآفاق التعاون والشراكة بين البلدين. مرحبا. العلاقة بين الجزائر والأردن متجذرة تاريخيا ومتجددة في ظل وحدة المصير والأهداف المشتركة. بإطلالة سريعة على تاريخية هذه العلاقات، فالمملكة الأردنية الهاشمية كانت من أبرز الداعمين للقضية الجزائرية إبان سنوات الاستعمار الفرنسي والثورة التحريرية المباركة، حيث سجل التاريخ لنا آنذاك قيادة الملك حسين حملة مقاطعة عربية ضد فرنسا الاستعمارية. افتتح الملك فيها ذاته حملة التبرعات الشعبية لفائدة صندوق دعم الثورة الجزائرية. بعد ذلك وعلى مدار هذه العقود تعددت أدوات التعاون الثنائي المشترك بين الجزائر والأردن. لجان عليا مشتركة، مذكرات تفاهم، تنصيب لجان برلمانية، بروتوكولات تعاون وبرامج تنفيذية للتعاون في مجالات حيوية، منتديات رجال الأعمال، وكلها تهدف إلى اختصار المسافات لتعزيز وتيرة التشاور والتنسيق حول القضايا الإقليمية والدولية. مناخ الاستثمار الجزائري في أعين المسؤولين الأردنيين يعد بآفاق جديدة يؤكدها قانون الاستثمار الجديد كقاعدة جديدة للتعاون الجزائري الأردني. يؤكد سفير المملكة الأردنية الهاشمية بالجزائر شاكر عطالله العموش الذي أكد أن بلاده تتوق إلى أفق أرحب للشراكة، خاصة في القطاعات الخلاقة للثروة كالصحة والصناعات الصيدلانية وغيرها. بلغة الأرقام تعتبر المملكة الأردنية الهاشمية الشريك السادس للجزائر في المنطقة العربية، حيث بلغ الحجم الإجمالي للتبادل التجاري بين البلدين العام الماضي نحو 220 مليون دولار، حيث تجاوزت حصة الصادرات الجزائرية منها 100 مليون دولار أمريكي. هذه الأرقام المهمة تصبو إلى تعزيز وتفعيل الاتفاقيات التي تعزز مثلا خطوط النقل الجوي والبحري بين البلدين، تكثيف منتديات رجال الأعمال بين المتعاملين الجزائريين والأردنيين، وكل هذه الأصعدة والمجالات هي نتاج الرؤى المشتركة والموحدة لقيادتي البلدين تجاه القضايا العربية الإقليمية والدولية. عودتنا الآن إلى تتمة نشرة الأخبار. أشرف اليوم رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي بالعاصمة على افتتاح عملية المراجعة الدورية للقوائم الانتخابية. شرفي أكد على ضرورة الاستثمار في المورد البشري الشاب والمؤهل لضمان حسن سير العملية، مبرزا أهمية تحيين القوائم في سائر أيام السنة. ضمن البرنامج الوطني لإنجاز 5 محطات كبرى لتحلية مياه البحر ورفع نسبة التزويد بالماء الشروب، محطة تحلية مياه البحر المرسى ببرج البحر جاهزة للتسليم بعد انتهاء جميع الأشغال بها لتزويد 100,000 ساكن بالمياه الصالحة للشرب. المتابعة في الموضوع مع آسيا غريب. جميع الأشغال بها انتهت وهي جاهزة للتسليم على تتربع محطة المرسى ببرج البحر لتحلية مياه البحر، محطة ستمكن 600,000 ساكن من التزود بالمياه الشروب. هو مشروع لمحطة تحلية مياه البحر، نجلبوا من البحر ما يعادل 133,000 متر مكعب بعد التصفية من كل شوائب تاع المياه هذه اللي جبناها من البحر. نقوموا بعمليه لوسموز انفرس عبر مضخات عاليه الضخ باش نفصلوا 45% من الكميه هذه اللي تعتبر تقريب خاليه من الاملاح. مهمه انجاز المشروع اوكلت الى الشركه الجزائريه للطاقه بالتنسيق مع مؤسسه كوسيدير بسواعد جزائريه متحكمه في التكنولوجيا من خريجي الجامعات والمعاهد العليا.
هنا رانا في قاعة تحكم محطة المرصة لتحلية المياه. فهاد القاعة يقدر الأوبيراتور يتحكم في قاع العمليات، يقدر يشعل يطفي قاع لي بومب، يديماري لي فيلت، ويقدر هو يبعث الماء للريزو تاع الناس. في إطار البرنامج الاستعجالي الذي قرر في الاجتماع المشترك للوزراء في 24 جويلية 2021، والذي يتمثل في إنجاز 3 مشاريع في على مستوى البخرة المحطمة بسعة 10,000 متر مكعب، المرصة 60,000 متر مكعب، وقرصو 80,000 متر مكعب، بالاعتماد على أيادي جزائرية وطاقات يعني طاقة بشرية جزائرية والمنتوج الوطني. 5 محطات لتحلية مياه البحر تندرج ضمن المخطط الاستعجالي لسنة 2021 بقدرة إنتاجية تصل إلى 300,000 متر مكعب يوميا، ما من شأنه مجابهة ظاهرة شح الأمطار من جهة، وتأمين حاجية المواطنين من المياه الصالحة للشرب من جهة أخرى. في مجال تربية المائيات استثمارات ومؤهلات طبيعية تسخر بها ولاية شلف، أهلتها للرياضة وطنيا في هذه الشعبة، وتراهن الولاية اليوم على تطويرها. المزيد مع مليكة بن عويشة. بشريط ساحلي يمتد على طول 129 كيلومترا تتجه ولاية شلف الرائدة في مجال تربية المائيات إلى توسيع هذا النشاط لما حققه محليا ووطنيا. داروا لنا دي ستاج، علمونا ورانا من أبناء المنطقة، يعني ذي الشركة خدمت بزاف شباب كان عاطل على العمل. عندي 3 سنين اللي خدام هنا، الحمد لله لقينا وين نشتغلوا، لقينا بو بلاسيرونس، الحمد لله رانا في بلاصة الحمد لله. حاليا المؤسسة تنتج حوالي 2000 طن سنويا، وبعد التوسعة التي تحصلنا عليها مؤخرا تم وبفضل تعزيز قدرات الإنتاج نصل إلى أكثر من 3000 طن في آفاق 2023. المؤسسة حاليا تشغل حوالي 100 عامل مباشر وغير مباشر. المناخ المشجع على الاستثمار فتح المجال أمام المؤسسة المصغرة. خريج جامعي مستفيد من وكالة لاناد لإنشاء مؤسسة مصغرة في مجال تربية المائيات مياه الأذبة، خصيصا تيلابيا روج البلط الأحمر، بقدرة إنتاجية أكثر من 25 طن. في إطار 2000 مشروع مصغر على مستوى الوزارة، ولاية شلف استفادت مؤخرا من دعم مشروع على مستوى هذه الولاية فيما يخص تربية المائيات المدمجة مع الفلاحة. ولاية شلف هي ولاية رائدة في هذا المجال بحوزتها على 7 مؤسسات تربية المائيات. وفي السياق ذاته دعم وتشجيع الاستثمار، وحدة جديدة من 16 قفصا عائما بطاقة إنتاج تقدر ب2000 طن سنويا من سمك القجوج والقاروص ستدخل حيز الاستغلال بمنطقة المساعدية بسواحل المرسى. في ملف الذاكرة الوطنية، احتضنت جامعة الأغواط بالتنسيق مع المركز الوطني للدراسات الشاملة ندوة تاريخية بمناسبة الذكرى 70 بعد 100 لمعركة الأغواط، تحت شعار الوفاء للذاكرة وتكريس الوحدة الوطنية ولم الشمل. وهذا بحضور وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيدر بيغا ونخبة من الباحثين في التاريخ وحقوقيون. بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة، نظم اليوم معهد التكوين المهني والتمهين ببئر خادم بالعاصمة يوما دراسيا حول آليات مساعدة المعاقين في إيجاد مناصب شغل من خلال إدماجهم في تخصصات مناسبة لهم. قصد توعية الوسط المدرسي من خطر المخدرات، نظم الدرك الوطني بورجلا حملة تحسيسية قدم خلالها إرشادات حول الأخطار الناجمة عن المخدرات على الصحة الجسدية وانعكاساتها السلبية على استقرار المجتمع. سمية مزوار تتابع الموضوع. هذه المؤسسة التربوية بورجلة تفتح أبوابها على التوعية والتحسيس بمخاطر آفة المخدرات. رانا يعني نوعيو في الاولاد تاعنا يعني على الخاطر هذا تاع الاقراص والاقراص المهلوسه وكذا المخدرات، ابرزنا لهم دور الترك الوطني في محاربه هذه الافه. هذه الحمله الهامه والهامه جدا
خاصة لمكافحة المخدرات والمهلوسات، لأنه هذه الظاهرة انتشرت بكثرة في الوسط المدرسي وفي المجتمع عامة، مما أدى إلى نخر جسم المجتمع. حملة تحسيسية لقيت تجاوبا واسعا لدى التلاميذ، إذ حرص أعوان الدرك الوطني على تقديم شروحات وافية لفائدة التلاميذ حول مخاطر استهلاك المخدرات بكل أنواعها. من فوائد هذه الحملة اللي داروها لنا هو أنه حاولوا يبلغونا أنه هذه المخدرات مواد خطيرة جدا، ونحاولوا نتفاداوها ونزيدوا نبلغوا ونزيدوا نوصلوا الرسالة لجميع التلاميذ. كانت مبادرة جيدة تحسيسية لتوعية التلاميذ والقضاء عن هذه الآفة، هي آفة المخدرات. أشكر الدرك الوطني في هذه المبادرة الجيدة على توعية التلاميذ من قضاء على هذه الآفات الاجتماعية وتوعيتهم. نشكر لوحدة الدرك الوطني لحماية الأحداث لولاية ورقلة على هذه الحملة التوعية التي ضربت في صميم المعضلات التي تمس مجتمعنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه صلاح البلاد والعباد. مدارس دون مخدرات هدف أسمى وغاية تتحقق بتكاثف جهود كل الفاعلين. دوليا، اختتمت أمس بالعاصمة الألمانية برلين فعالية الندوة 46 للتنسيقية الدولية للجان المساندة أو للجان المساندة للشعب الصحراوي. وقد تميزت الجلسة الاختتامية بإلقاء حمزة السيد الشيخ عضو مجلس الأمة كلمة باسم الوفد البرلماني الجزائري، أبرز فيها أن قضية الصحراء الغربية تبقى قضية تصفية استعمار غير مكتملة. وركزت أشغال الندوة على وضعية حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة وحشد الدعم الدولي للتعجيل في إتمام مسار تمكين الشعب الصحراوي من تقرير المصير. المزيد مع نادية علمي. اختتمت أشغال الندوة الأوروبية 46 للدعم والتضامن مع الشعب الصحراوي التي جرت في شكل 4 ورشات، وشكل عنوان الندوة تقرير المصير من أجل استقلال الصحراء الغربية محور المداخلات، حيث أجمع المشاركون فيها على ضرورة مواصلة العمل لحشد الدعم للقضية الصحراوية العادلة، مؤكدين تضامنهم مع الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال عبر آلية الاستفتاء. خلال هذه الجلسة تم تقديم خطابات وكلمات هامة من قبل هؤلاء المشاركين ممثلين هذه البرلمانات، وكاملة كانت تتأكد على دعم الشعب الصحراوي وعلى كذلك دعوة الأمم المتحدة إلى تطبيق مسار السلام في الصحراء الغربية. وجب على المجتمع الدولي الوقوف لنصرة هذه القضية العادلة ومعالجة كل هذه الاختلالات، ووجب عليها عدم الكيل بمكيالين وإعطاء كل حق ذي حقه. المتدخلون تحدثوا مطولا عن وضعية حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة نتيجة استمرار قوات الاحتلال المغربي في ممارسة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الصحراويين، ودعوا الأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتها في ضرورة الإسراع بتنظيم الاستفتاء الذي يضمن للشعب الصحراوي حقه في تقرير مصيره وفق اللوائح الأممية ذات الصلة، ومن ثم بسط سيادته على الموارد الطبيعية لبلده. وهذه الورشات مهمة جدا لأنه يجوا فيها المتضامنين والأصدقاء والناس الجدد اللي لا تتعرف على وضعية حقوق الإنسان مثلا على سبيل المثال، والله شنو آخر مستجدات القضية الوطنية فيما يتعلق بالدفاع والمرافعة عن ثرواتنا الطبيعية. طبعا الورشة السياسية واضحة منين وصل الوضع السياسي شنو قدو نعدلوا فيه. المشاركون هنأوا الشعب الصحراوي على كل هذه الانتصارات المحققة في الآونة الأخيرة، وخاصة أنه هذا الحكم التاريخي للمحكمة الإفريقية والحكم الصادر عن المحكمة الأوروبية والقرارات المهمة التي اتخذتها لجنة مناهضة التعديل ومجموعة العمل حول الاعتقال التعسفي.
وفي السياق ذاته أبرز المشاركون أن المقترح الاستعماري المغربي ما هو في الواقع إلا تكريس للهيمنة ونهب للثروات الطبيعية الصحراوية، مما يستدعي فضح هذه الخطة واستنكارها. وأكدوا من جهة أخرى أنهم على يقين أن الشعب الصحراوي سينتصر لا محالة، لأن قضيته عادلة. وفي فلسطين، شن طيران الاحتلال الصهيوني فجر اليوم سلسلة غارات جوية مكثفة استهدفت عددا من المواقع في قطاع غزة. إلى ذلك انطلقت اليوم بمقر الجامعة العربية الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر الدولي لدعم القدس المقرر عقده في مارس 2023 وفقا لقرار القمة العربية التي احتضنتها الجزائر يومي الفاتح والثاني من نوفمبر الماضية. إلى عالم الفضاء، نجحت مركبة الفضاء المأهولة شانشو 14 في الانفصال عن مجموعة محطة الفضاء الصينية صباح اليوم، وتستعد المركبة للعودة إلى الأرض بعد مهمة دامت 6 أشهر تم خلالها رواد الفضاء مهاما مختلفة. في أخبار الرياضة، وضمن منافسات الدور الثمن النهائي لكأس العالم 2022 بقطر، تواجه اليوم فرنسا المنتخب البولوني، في حين تلتقي السنغال المنتخب الإنجليزي. هذا وتأهل سهرة أمس منتخب الأرجنتين إلى ربع نهائي المونديال بعد فوزه على أستراليا بنتيجة 2-1، ليضرب موعدا قويا في الدور المقبل مع المنتخب الهولندي الذي فاز بدوره 3-1 على الولايات المتحدة الأمريكية. نبقى في المستديرة دائما. لعبت أمس 4 مباريات في إطار تسوية رزنامة بطولة الرابطة المحترفة موبيليس، حافظ فيها شباب الوزداد على صدارته بعد تعادله في الديربي أمام مولودية الجزائر. تفاصيل أكثر مع وليد غريبية. القمة المؤجلة عن الجولة الخامسة احتضنها ملعب 20 أوت بالعاصمة، والدربي العاصمي بين شباب الوزداد ومولودية الجزائر انتهت كما بدأت بتعادل سلبي لا غالب ولا مغلوب، رفع به أبناء العقيبة رصيدهم إلى 26 نقطة في صدارة الترتيب بفارق 3 نقاط عن الملاحق المباشر شباب قسنطينة الذي سقط في بشار أمام مضيفه شبيبة الثورة ب3 أهداف مقابل هدف واحد، مسجلا 3 خسارة له هذا الموسم، ليقفز نسور الجنوب إلى المركز الرابع ب20 نقطة. ومن ملعب عمر بن رابح بالدار البيضاء، عاد وفاق الصيف بنقطة التعادل الذي فرضه على اتحاد العاصمة بهدف في كل شبكة في مباراة مؤجلة عن الجولة 7، محافظا على مركزه الثالث ب22 نقطة. ولحساب الجولة ذاتها، أحسنت شبيبة القبائل استغلال عامل الأرض والجمهور لتقلب تأخرها بهدف أمام أتلتيك بارادو إلى فوز بثنائية بواقي وبخنشوش، رافعة رصيدها إلى 9 نقاط في المركز ما قبل الأخير، مناصفة مع المنافس ذاته. نتائج لم تغير الكثير في سلم الترتيب، لكنها قد يكون لها دور مؤثر في قادم الجولات، بداية بالجولة 13 بحر هذا الأسبوع. يعد العلاج بركوب الخيل من الطرق الناجعة التي تم اعتمادها لمساعدة الأطفال المصابين بالتوحد لتحسين مهاراتهم الاجتماعية والتوازن النفسي. مايا خرفي رافقت جمعية رودينا للفروسية العلاجية بولاية عين دفلا، عادت لنا بالتالي. نزيه وأمين مصابان بالتوحد يخضعان لبرنامج الفروسية العلاجية بهذا النادي. أنا أركب الخيل، أنا نستمتع بوقتي هنا. مدرب صوفيان والمدرب لم يعلموني، علموني ركوب الخيل. باغي نكون مترجم في اللغة الإنجليزية. نتعلم باه نقوي قدراتي تاعي، نركب الخيلة ونركب الخيلة، وثانا نبغي نتعلم كيف نخلي الحصان يقفز يتخطى الحواجز. يتخطى الحواجز، وثانا ما نطيحش من هذاك الحصان نتعلم كيف ما نطيحش منه.
ولادي كانوا في البدايه يتبعوا لي زورتوفون لي بسيكولوج، ما بصح ما عندهمش هكا يعني وسط هكا يجوا فيه يتسلاو فيه، يعني ما كانش عندنا هذا الاخر. راهم يديروا لهم ركوب الخيل، يجوا يتعلموا يعني الفروسيه. يعد العلاج بركوب الخيل من الطرق الناجعة التي تم اعتمادها مؤخراً لمساعدة هذه الفئة لضبط سلوكياتهم والاندماج في المجتمع. علاج تكميلي اللي راح نستعمله احنا كعلاج مكمل للتكفل النفسي والتكفل الارطفوني للطفل التوحد، لانه على احنا في الاونه الاخيره شفنا انتشار هذا الاضطراب بكثره، ورانا نلقاو دي بارون ما عندهمش هذا الوعي اللي يتكفلوا بولادهم بالطريقه الصحيحه ولا الطريقه الناجعه. هذه شريحه من الاطفال احنا نتكفلوا بهم بواسطه الخيل، محاذاه الخيل تخليهم ينساو هذاك المرض تاعهم، هذوك الانشغالات اللي عندهم. احنا كجمعية فتية سينا نقربوا هذه الثقافة تاع الفروسية اللي هي كاينة مترسخة هنايا في ولاية عين دفلة، سينا نعاودوا نحيوها ونقربوها للمواطن، وخاصة للعائلات هذوما اللي عندهم أولادهم يعانون من التوحد. التداوي بركوب الخيل أحد الأنشطة المتعددة التي تقوم بها الجمعية لمساعدة أطفال التوحد لتحسين مهاراتهم الاجتماعية وتنمية قدراتهم. ومن عالم الفروسية إلى عالم الطيور، حيث شكلت الطبعة الأولى للكناري والطيور البرية بولاية وهران فضاء لالتقاء الشباب الشغوف بتربية هذه الطيور الجميلة. يتابع الموضوع سفيان مقنين. رغم التغريدات الجميلة التي تطلقها هذه الطيور من داخل دار البيئة بوهران، إلا أن الهدف من تواجدها هنا ليس لسماع ألحانها بل لتقييم أشكالها وألوانها من خلال مسابقة وطنية تنافس فيها أكثر من 300 طائر جاءوا من مختلف الولايات. والهدف من هذا المعرض في طبعته الأولى اختصاص كناري الشكل والطيور البرية الأوروبية هو تكريم أحسن مربين في القطر الجزائري. احنا عندنا الكناري ملي كنت صغير، ملي كان في عمري 12 عام شراه لي الوالد، عشقت في هذه الهوايه هذه، ولينا هكا نتلاقوا مع الاخوه هكا اللي يجوا من بعيد من جميع الولايات ولا يشرفونا، والحمد لله اليوم نلنا ميداليه ذهبيه بعد جهد موسم كثير تاع من التعب والحمد لله. هذا هو طائر الحسون محبوب الجزائريين، والذي ينتمي لفصيلة يمكن أن تنتج لنا طفرات بأشكال متنوعة حين يعتني بها المربون، والذين يؤكدون على ضرورة الحفاظ على هذا الإرث الطبيعي الوطني. بالدرجة الأولى نحافظ عليه عبر الإنتاج في سلاكات أو في أقفاص إلى آخر ذلك. يجب على كل المربيين وكل المواطنين وكل الصيادين أن يبتعدوا عن طريق الصيد العشوائي، يمنع من عنبات صيد طائر مهدد بالانقراض إن لم نقل أنه انقرض كليا في وطننا. تحسين جودة الطيور وتكوين المربين المحترفين هو الهدف من مثل هذه المعارض والمسابقات التي تساهم في توعية الجميع بأهمية الحفاظ على هذه الثروة الحيوانية. تبقى طيور حرة أجمل بكثير. أيضا ختام نشرتنا، شكرا على المتابعة. قبل ذلك تذكير بأبرز ما ورد فيها. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يستقبل الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية بمقر رئاسة الجمهورية. وتعزيز العلاقات الثنائية في صلب المحادثات. رئيس الجمهورية صدر مصف الاستحقاق الوطني يقلد الملك الأردني وسام أثير من مصف الاستحقاق الوطني. وملك الأردن يوشح رئيس الجمهورية بوسام النهضة المرصع أرفع الأوسمة الملكية المدنية الأردنية. ضمن البرنامج الوطني لإنجاز 5 محطات كبرى لتحلية مياه البحر، وقفنا في النشرة عند جاهزية محطة المرسى بالعاصمة. وتابعنا أيضا ولاية شلف تحقق الريادة وطنيا في الاستثمار في تربية المائيات.
دوليا ندوة برلين تندد بوضعية حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة وتدعو إلى حشد الدعم الدولي للتعجيل في إتمام مسار تمكين الشعب الصحراوي من تقرير المصير. دائما في الختام نشكر لكم كرم ووفاء المتابعة، دمتم بخير، السلام عليكم.